السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم منوعه فاتي شانيل. مرحبا بكم في فيديو جديد وصفه جديده. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير وفي احوال جيده يا ربي. ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم بيتزا بطريقه اللي مختلفه. العجين اللي هي عجين رائعه بزاف، سهله وان شاء الله غادي تعجبكم الا جربتوها. دوزو دابا المقادير اللي غادي نحتاجو فيهم: جوج كيسان ديال الحليب، الحليب اللي يكون دافي، وكنضيف عليهم جوج كيسان ديال الدقيق، الدقيق الابيض. بالنسبه للعبار كنعبر بالكاس ديال عنده، واللي متوفر عنده الحليب وبغى يستعملو يستعملو، اللي ما متوفرش عنده يستعمل الماء ويزيد عليه واحد المعلقه ولا جوج معالق ديال الحليب المجفف نيدو، حتى هو كيجي مزيان. وكنضيفو معلقه كبيره ديال الخميره، خميرة الفورية، ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وكنخلطو هاد المكونات هادو مزيان حتى كيندمجو. كنغطي هاد الخليط من بعد ما كنكون خلطتو مزيان، وكنخليه يرتاح لمدة ديال 5 دقائق، يضاعف لينا شوية الحجم ديالو، وكنرجعو باش نكملو باقي المكونات. عندي هنا ربع كاس من الزيت النباتي، شويه ديال الملحه، وكنبدا نخلط هاد المكونات، وكنبدا نضيف الدقيق بشكل تدريجي. هاد العجين هادي خدات لي تقريبا 5 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق اللي كيكون بطبيعه الحال مغربل. وكنبقى نزيد الدقيق بشكل تدريجي حتى كنحصل على عجين اللي كتكون لينه وكتسهل علينا في الخدمه ديالها، ما تكونش كتلصق وما تكونش قاصحه. ومن بعد ما كملت العجين كنقسمها لاربعه ديال القطع متوسطه الحجم على هذا الشكل كيف كتشوفوا. وغادي نحتاج في هذه المرحله الدقيق اللي غادي نرشو على سطح العمل، وغادي نبدا نسرح في هذا العجين. غادي نسرح كل عجين بوحدها، من بعد ما ساليت العجين ديالي كناخد العجين الاول كنرشو ديال الدقيق، ومن بعد ما كنسرحو كندير فوق منو الزبده اللي ما تكونش بارده بزاف. انا هادي عندي بارده، من الاحسن انكم تخرجوها قبل لا ديروا هاد العجين. هاد العجين هاد العجين المغرق يمكن لكم تستعملوه بزاف ديال الحويجات من غير هاد البيتزات. انا درت الكميه اللي هي كثيره باش ندير بها جوج ديال الوصفات. وكيف كتشوفوا كندير ما بين عجين وعجين كندير الزبده، وكنقد الجوانب باش يجيو وطق الضبطه يجيو مقادين. والاخيره بطبيعه الحال ما كنديرش فوق منها الزبده، وكنبدا نسرح هاد العجين. كنسرح العجين وكنقطع هاد العجين هذا على 4 بشكل مربعات، وكنحط وحده فوق من الاخرى على هذا الشكل، وكنحاول انني نديرو على شكل مربع، وكنضرش الدقيق ونسرح هاد العجين هذا مزيان. ومن بعد كنقسمو على جوج،
النص غادي نخدم به هاد البيتزا، والنص غادي نخدم به حاجه واحده اخرى اللي بغا يستعمل غير هاد البيتزات هادو، بغا يستعمل العجين غير هاد البيتزات، يستعمل غير النص ديال الكميه ديال المقادير. وهاد العجين هذا كندخلو الثلاجه يرتاح من 5 دقائق حتى 10 ديال الدقائق ونرجع باش نخدم به. بالنسبه للحشوه اللي انا وجدتها من قبل، عندي زيتون خضار، فلفله خضراء، وزيتون كحل، طون، فرماج حمر، صوص ديال المطيشه، والبصله اللي كنكون شحاطه شويه ديال زيت العود والملحه. وكنخرج العجين من الثلاجه وكنسرحها. على هذا الشكل هذا، وكنقطعها لربع ديال القطع. ليكونوا متساويين ثلاثه ديال القطع غادي نستعملهم لهاد البيتزا، وواحد القطعه اللي غادي نشكلها الاشرطه اللي غادي نديرها في الجوانب ديال هاد العجين. اشرطه على هاد الشكل كيف كتشوفوا. وغادي ندهن الجوانب ديال هاد العجين بصفار ديال البيضه، شويه ديال الخل، كنحط هاد الاشرطه اللي صوبت على الجوانب ديال العجين، ولا كان عندنا شي زوائد كنقطعوهم. وتبعوا معايا حتى الاخير باش تشوفوا باقي المراحل.
وهكذا كنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو. وهكذا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزات، كيجيو بنان بزاف وسهلين لا في التوجد لا في المقادير اللي هي بسيطه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. هاد العجينه هادي يمكن لكم تستعملوها لهاد البيتزات، يمكن لكم تستعملوها لحوايجات وحدين اخرين. كتجي غزاله بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.